السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حول وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. مثل ما تعرفون وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اقسام متعدده، مديريات متعدده، لكن اليوم خصينا الحلقه في موضوع جدا جدا مهم بالنسبه للمستفيدين من الحمايه الاجتماعيه، وهو القروض. يعني عاطل عن العمل ويحتاج إلى بداية بناء مشروع معين، فهذا الرجل المستفيد ما أدى المبلغ اللي يعينه حتى يفتح المشروع. الحكومة بادرت عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إقراض المستفيدين حصرا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يعينه ويأخذ المبلغ ويسدد أثناء العمل. مشروع جيد، يعني ذو الدخل المحدود، يعني يقدر مثلاً 20 مليون، ممكن يوصل 50 مليون القرض، يقدر يبني له مشروع معين، دكان أو فتشي. ما أعرف بصراحة يعني تفاصيل الدقيقة عن هاي الحالة، عن القروض. ممكن المستلم قرض يعرف الآلية وشون يستلم وشون يسدد وشنو نوع المشروع، شنو اللجان تطلع على مشاهدة المشروع. لكن اللي عنده نية أن يستلم قرض يحتاج إلى معلومات دقيقة من أصحاب الشأن حتى يشرع بتقديم الإقراض. نستفسر أكثر من مجموعة أسئلة وردناها في الإعداد لضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ محمد أسامة ناصر، معاون مدير القروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نرحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك، حياكم الله وشرفتونا. شكرا جزيلا على ضيافتكم وقناتكم الكريمة. الله يحفظك يا حبيبي أستاذ محمد. أستاذ محمد، احنا عنوان حلقتنا هو قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. خلي يعرف المواطن شنو دوركم في وزارة العمل. نعم، كنبذة بسيطة سريعة تاريخية، انه هاي الوزارة تمنح قروض من 2012، بس كانت القروض بسيطة من 8 إلى 12 مليون، وضوابطها أيضا بسيطة. صار 11 سنة تقريبا، أكثر من 11 سنة. نعم، فكانت ضوابطها بسيطة، متابعة عليها بسيطة. المواطن يجي يريد القرض وكأنه راح يداين فلوس، يداين وراح يرجعها. أكو في نيتهم ما يرجعوها، بس هو راح يرجعها أو ما يرجعها، هو يعني 90% ماكو مشروع. هنا أنا كانت مشكلة عندنا هاي. فرأس مالنا كان بسيط، يعني 264 مليار. هو العنوان الأساسي للقروض هو لغرض المشاريع. لغرض المشاريع، يعني ماكو قرض مضبوط للزواج أو لا لا, لا 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 إقامة مشاريع. إحنا قروضنا لإقامة المشاريع، بس تعال يعني ماكو متابعة وماكو ضوابط حقيقية، ماكو إمكانيات قانونية. فأكيد المواطن راح يلقاها فت فرصة لاقتناء مبلغ، وان كان بالنيه انه ما يرجعه او يرجعه، في كل الحالات هو يعني خال بباله انه ده يقتني مبلغ فعلا. بس يعني فضل الله وهاي الحكومه الحاليه عززت لنا المبلغ ووصلته الى 1 تريليون و200 مليار، بس وفق ضوابط حقيقيه وجديده ما معمول بها سابقا. يعني مثلا اولا تحديد المبلغ ما بين 20 الى 30 الى 50 مليون. بين هاي المبالغ ما يصير، يعني هاي المبلغ يعني محدد، ال 20 مليون يجب ان يشغل به عامل واحد مضمون بالضمان الاجتماعي، مشمول بالضمان الاجتماعي. ال 30 مليون يشغل عمال اثنين مضمونين، ال 50 مليون ثلاث عمال. يعني من نفس المستفيدين، من نفس المستفيدين طبعا. يريد يشغل هو عمال، يريد احنا نطيع عمال. عندنا قاعدة بيانات العاطلين عن العمل بها اكثر من 1,500,000 عامل بشتى التخصصات، بشتى الشهادات، حتى شهادات عليا عندنا، بس الأغلبية طبعا هي بدون مؤهل. فاحنا هدفنا تشغيل العمالة العراقية، والدليل على ذلك انه احنا ما عندنا اي فوائد. هي هاي سياستكم بالإقراض من صندوق؟ فائدة صفر. هي هاي السياسة مالت كل التعب وكل
المجهود هذا والتصرف بهذه المبالغ العملاقة في سبيل انشغل العاملين العاطلين على العمل. هاي السياسة تكون بالإقراض الصندوق؟ نعم نعم. جيد. هسه راح نوصل إلى تفصيل مهم جيد. نعم. يعني أنت تحدثت بشكل عام عن المبالغ. شلون تكون المبالغ؟ هسه تقسمت لي كن 10 مو 8 20 30 30 50. نعم. آليتها شلون؟ آليتها يجي المتقدم على قرض طبعا من قاعدة العاطين عن عمل اللي عندنا مثبتة بقاعدة بياناتنا، راح يقدم حال المتقدمين اللي انفتح التقديم 2020 سجلوا أكثر من 120 ألف واحد بالعراق. آه. كله وبدأ قسمناها إلى وجبات، كل وجبة 5000. هاي 5000 توزع على 3 أشهر، خلال 3 أشهر احنا مخلصين هاي 5000 ونفتح مرة ثانية دفعة أخرى 5000 وهكذا لحين ما تنتهي 120 ألف، نفتح تسجيل جديد. انتهت لو بعتي؟ لا ما انتهت. ليش ما انتهت؟ لأن احنا من فتحنا التسجيل الأولي كان على البرنامج القديم بعدنا. 2023 الشهر الثامن اجى البرنامج الجديد الحكومي واجى المبلغ التعزيز وتغيرت الأرقام من 8 ملايين إلى صارت 20 30 50. فهنا أنا أكيد راح يقل عدد المستفيدين على أساس أنه المبالغ راح تصير كبيرة. المتقدمين نحن قصدك 120 ألف، المتقدمين موجودين بس المستفيدين اللي راح يطلعون من عندهم. يعني أنا كنا نطلع كل 3 أشهر 5000، أصبحنا بغداد 2000 2500 2400، يعني كل 3 أشهر هالشيء. بس إحنا بنفس الوقت طبعا يجون المقترضين أغلبهم يريد 50 مليون، عنده مشروع بباله، ما عنده مشروع بباله هو يريد على سقف. صح مثل ما تفضلت حضرتك. بس احنا ايش عندنا؟ عندنا شيئين بالبدايه. اول شيء راح ندخله دوره تدريبيه 5 أيام، هاي من ضمن القانون مال القروض للمقترض، للمقترض للمتقدم اللي فاز بالقرعه او طلع اسمه. راح ندخله دوره 5 أيام. عفوا سيد محمد، يعني هو جايب لكم باكج يعني معين؟ هو خال بباله فكره، اكو قسم جايين اصلا فكره ما عنده. ام هذا اي يعني هم هنا متفاوت اكو بالموضوع. احنا يجينا المقترض اكو جاي ما يعرف شنو الموضوع، يريد ياخذ الفلوس وهو واكو لا اكو عنده فكره، اكو عنده معمل، اكو عنده محل، اكو عنده اسواق يريد يطورها. بعدين التطوير احنا لغينا فكره التطوير طبعا توجيه من السيد الوزير. لأن صارت موضوع التطوير بتحايل، كل من عنده محل قام يجي ياخذ 50 مليون. صحيح. في سبيل التطوير يقدر يقدر يلعب هاي الموضوع، يقدر يرفع مواد، يخلي مواد، يشيل أجهزة بعدين يخليها. وال50 مليون ما راح تفيد ناس يعني آخرين، مفروض هو فقط صار الافتتاح، فصار أو التطوير في حالة أنه معمل إنتاجي أو مشروع ابتكاري. مشروع ابتكاري مثلا مشاريع جديده مو موجوده حاليا، كومباكت مثلا مال هاي مات الكفرات مات الديسكات مات الكمبيوتر يسموه كومباكت ديسك او كذا. هاي معمل يراد له حديث، او فد معامل برمجيه، او سي ان سي خطوط انتاج، خطوط انتاج، خطوط انتاج كلها الا الفرن ما صمون احنا حاسبيه انتاج. اها نعم، لان فرن ما صمون بسيط عنده محل صغير بقد هاي الصاله يريد يسويه، يريد يكبره، يريد يجيب معمل كهربائي. زين شلون تعتمدون؟ انا صح انا صاحب معمل مثلا. نعم. وقلت لكم انا يابا عندي اريد اجيب خطوط انتاج 2 جديده. تمام. تجون كشف بالبدايه؟ طبعا طبعا. اكو شغلتين راح نسوي. قلت لك اول شيء احنا راح ندخله دوره، راح نثقفه شنو المشروع، شنو هذا المبالغ، شلون راح تسترد، شنو الاليات، شنو الضوابط والمشاكل اللي راح تحدث له في حال ما يسدد المبلغ في تاريخه وفي وقته وفي يومه. يعني عندنا ضوابط تقول أنه تأخير عن التسديد لليوم الواحد 2% من قيمة المبلغ الكلي. أي يعني هذا رقم كبير. فهنا ورا ما يخلص الدورة 5 أيام راح نسوي له دراسة جدوى. طبعا دراسة الجدوى هي مكلفة. صح. للأسواق احنا نسويها مجانا. وخبراء يعني موظفين عندنا دخلناهم دورات، سوينا مسح للسوق بشكل كامل
على الأملاك وعلى التجارة وعلى الصناعة وعلى الزراعة. سوينا مسح للسوق بحيث حتى أبسط الأمور بالمشروع دراسة الجدوى يعرفوها. جميل. فنقعد المواطن ونقول له يلا تفضل. هذا اللي عنده فكرة لو الكل. هذا اللي عنده فكرة أول ما عنده فكرة بالدورة راح يطلع عنده فكرة. أحسنت. يعني اللي جاي ما عنده فكرة راح يأخذ فكرة. بالدورة راح يصير عنده فكرة. وراح يجينا مهيئ. واللي عنده فكره يطورها بالدورة. واللي عنده فكره بالدوره راح يفتهم شنو القوانين ويجينا. فهاي الدوره مهمه جدا يعني. المهم سوينا له دراسه جدوى. ايش راح يحكي بدراسه الجدوى؟ احنا راح نكتبه وراح نناقشه به. اكو قسم يكتبون مبالغه يعني احنا صح تعرف يعني. اكو قسم يكتبون اشياء هم ما يقدرون عليها لان هذا خال بباله اخوه راح يشتغل. احنا لا اريده هو يشتغل يعني. هو اذا ما عنده كفاءه نصعد كفاءته احنا. انت بهاي الحاله صدق يعني انت ما عندك خلون مو اخر اخو يشتغل يطي العامل هو قاعد. لا اخو خلي شغله عنده عامل ويسوي له ضمان. يريد عنده عامل فني مهم ان يشتغل عنده خلفه مثلا ما طباعه او كذا اوكي خلي شغله خلي يحط يسجله بالضمان ويشغله عنده بس هو اسمه موجود. ايه هو المقترض ابو العمل موجود بالمحل قاعد لازم. هو ابو العمل لازم هاي دزون لجان طبعا طبعا. هسه راح يجيك الحكي زين. فهنا انا صار عندنا مفترق طرق. مرات صاحب العلاقه اللي جاي ما عنده الكفاءه لقياده مشروع طبيعي. اكو ناس يعني ما أرد أقول يعني جائز مدلل أو كذا هيك يعني أو ما شايف دنيا ما شايف سوق صح. بس عمره بسيط يعني إحنا من 18 إلى 50 إلى 55 عفوا هذا العمر تحديداً. أي تحديد من 18 سنة إلى 55 سنة. فجائز هو صغير عمره بعد ما يقدر يقود مشروع ما عنده الإمكانية كل من شخصيته. فإحنا من نشوف واحد ما عنده الإمكانية رأفة بي نرفضه. ها عندكم لكم الحق الرفض طبعاً لأن هذا إذا من رفضه وراح أعطي المبلغ راح يصرفه صح وراح ما يقدر يقود المشروع يخسر المشروع وراح يخسر ورا سنة أنا أريد من عنده فلوس خلال 50 يوم هاي الاثنين بالمئة اللي حكينا بيها خلال 50 يوم يتضاعف المبلغ كله عليه. صارت عندكم حالات؟ لا لحد الآن إحنا ما عابرين السنة يعني أي فلا الحمد لله يعني مسيطرين. هذا كله ينحصر وين؟ بدراسة الجدوى. فعلا دراسة الجدوى راح يوصلوا إلى الأرباح. يعني ماكو شيء ما ينجح. إذا ما ينجح ما نعطي فلوس المشروع اللي ما ينجح. احنا ليه قدام احنا مقررين عليه لان احنا شايفين امكانياته واكو ناس يزعلون علينا ويحجون يابا انت ما عندك الامكانيه تقود المشروع. انا ما اريد بعد سنتين انت تكون بالسجن وما حد يقدر اهلك يدفعون الفلوس. فلذلك انا رأفة بيك ما راح اعطيك القرض وراح يفتهمون. واكو ناس ابروا مرحله واستلم الدفعه الاولى وشاف نفسه متورط امام القوانين متورط امام المشروع اللي اخذ الفلوس والمشروع ما يتم عنده شاف نفسه يقدر يرجعهم اضطر يروح يتداين رجع الفلوس ما صرفها ورجع لنا اياها. صارت بعض الحالات صارت بعض الحالات رجعوا الفلوس. بها فوائد؟ ابدا ما بها فوائد صفر فائده. ممتاز. اول لجنه اسمها لجنه الكشف. هاي تطلع لجنه الكشف بعد استلام المبلغ الدفعه الاولى الذي لا يزيد عن 40% جائز اقل من 40% حسب نوع المشروع مالته. مثل ما قلت لك اكو ناس يجون مثلا يقول لا انا 20 مليون كافي علي بس مشروع هذا شوف عنده امكانيه ومشروعه زين يعني يستحق التطوير ننصحه بالتطوير يتقبله نوصله لل 50 نوصله لل 30 نوصله لل 50 وممكن انتم تقللون وممكن نقلله وممكن نرفضه. زين دفع شلون يصير؟ فقلت لك لجنة الكشف راح تطلع بعد الدفعة الأولى وراح يشوفون أنه هذا صادق بكلامه مهيئ المشروع العقد مالته مضبوط. يسألون حتى الجوارين يعني مو أنه واحد جايب محل لا محل جديد إحنا مشروع جديد يعني محل جديد يعني أثاث كله المكتوب دراسة الجدوى موجود كله موجود حتى التبريد نفحصه نشوف أكو بيئة ربا أو لا يعني يعني مو ما تعبر علينا. احنا طبعا هو لمصلحتهم احنا الفلوس مؤتمنين عليها بالدوله صح جيب. بس احنا لمصلحتهم لان هذا بعد سنه راح يقف امام القانون صح. قانون رادع قوي صار يعني لا سامح الله واحنا معرضين لتفاصيل يعني لا اراديه مثل حريق معين كذا صار حريق بالمكان اللي هو باشر بيه كمشروع
شنو الموضوع يعني؟ يقدر هو لذاته احنا بعد ما ننصحه طبعا انه يروح يسوي تأمين وطني، شركة التأمين. شركة التأمين هاي اللي راح تأمن انه اذا صار عنده حريق او 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 حادث معين، لان احنا كمجريات عمل اذا ما راح يكون مجريات العمل صحيحة احنا ما راح نمنح القرض. فقلت لك وراها راح نعطيه الدفعة الثانية اللي هي 60% من كامل المبلغ يصير عنده، نعطيه مدة 3 أشهر راح تطلع عليه لجنة متابعة، لجنة متابعة من قبلنا احنا المدراء، واكو قسم من الدوائر الداعمة مثل الدائرة القانونية مثل الديوان الرقابة المالية، ونطلع عليهم كشوفات كلجنة متابعة، وراح نشوف انه هذول ماشي مع مشاريعهم مثل ما مكتوب متفق عليه. هاي المتابعة كلش مهمة. هذا التخصيص المالي اللي هو تريليون، مو قلت تريليون و200 مليار و200 مليار هو كافي لإقراض نسبة او العدد الكلي اللي دخلوا من ضمن المشمولين اللي وصل يمكن 8 مليون او ممكن يصير اكثر؟ لا 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 مو هالرقم هذا. مو هالرقم. لا عموم وزارة العمل المتقدمين عليها من 2012 لهذا يومنا 3 مليون عاطل عن العمل. لا لا انا احكي المشمول، ليش انتم فقط العاطل عن العمل؟ فقط العاطل عن العمل. يعني حتى هسه احنا اكو نافذة فتحناها جديدة مع الأرزاق؟ لا لا هسه أتحدث لك عن الأرزاق. نافذة يسموها تسجيل مباشر. زين. يعني احنا مثلا أطلقنا 5000 اسم وجبة بس ما دي حصلوا كفلاء، هاي مشكلة مع الكفيل. طبعا كفيل بيه. طبعا بيها كفيل، الكفيل مشكلة. فهاي 5000 يجوا منها 1500 2000، فعدنا 3000 مجال. فسوينا ارتئينا السيد الوزير وحصلنا موافقته، فتحنا نافذة اسمها منصة مهن، تسجيل مباشر على منصة مهن. زين. هاي مختصين احنا بيها فقط. شنو شلون ريادة مثل ما تفضلت قبل شوي؟ واضح. اي ريادة على وزارة المالية من مصارف بيها فوائد، قروضها ما تتجاوز 20 مليون. احنا منصة مهن هذا العمل مالتنا اللي هسه انا اتوقع الرياضة يمكن وصلت ل 100 مليون اتوقع، يمكن ما عندي علم بيها مو شغلي هذا. اي بلي. اي احنا منصة مهن يسجل على منصة مهن مباشر راسا، راح تطلع له قائمة استمارة التسجيل على قرض، يجي بس لي قدام يخلي كتاب التأييد مالت الكفالة بالكمبيوتر. مطلوبه من ضمن مطلوبه من ضمن من ضمن شو اسمه الاستماره مالت التسجيل. واضح واضح واضح. فمن نزلت تطلع الاستماره مالت التسجيل يجي يسجل، هم ماتين عندها بها سقف، لما تخلص ال 5000 هاي الحكينا بيها راح نوقف التسجيل مباشر. فاحنا هاي المبالغ حضرتك هسه ارجع لك على السؤال مالتك الاساسي، ثلاث سنوات هذا المليار من 1 تريليون و200 مليار هاي لثلاث سنوات اللي هي 23 24 25 25، أربعة يعني هم ضمن من هاج الحكومة 400 مليار لكل سنة. فهاي احنا حسبناها ونطينا هاي الإحصائيات، وعلى هذا الأساس دزونا هذا المبلغ. يعني مو دزونا يوم، احنا اشتغلنا عليه. واضح. اي فاحنا هاي إمكانيتنا كوزارة انه نقدر نتصرف بهاي ال 400 مليار بهاي السنة كلها. زين يمتى يقدمون؟ هسه مفتوحه هي لو هي مفتوحه، بس حكيت لك اني حسب الوجبات، من تنفتح وجبه نفتح وياها التسجيل مباشر، من تنتهي السقف مالت الوجبه نوقف التسجيل مباشر. هسه انتهت الوجبه؟ اي انتهت حاليا الوجبه، يعني العدد عندنا اكتمل. اي فدا ننتظر عن ما يخلص هذا، يعني اعتقد بالشهر الثامن راح نخلص عندنا وراح نفتح دفعة جديدة وجبة جديدة ونفتح التسجيل مباشر أيضا. هاي ما لها علاقة بالهسه موازنة طلعت سنة الجاية؟ لا ما لها علاقة، هاي احنا فلوسنا موجودة وندا ندفع نتصرف بها ودا ترجع لنا مستردات أيضا. جيد. مال دوار. ما لكم علاقة بمصرف الرافدين الرشيد؟ مصرفكم بحد؟ لا لا مصرفنا بحد. ممتاز. انت ممكن اعتقد احنا يوميا نسمع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسكوا مثلا كذا عدد 100 200 1000 2000 من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وتقول صارنا يعني هاي السنة تقريبا من فتحنا القروض، ممكن واحد مستلم قرض بس هو متجاوز
شو راح يصير استرداده، هذا الكفيل يتحمل الكفيل، يعني مواضيع يعني ما اعرف هذا يعني. هذا الموضوع شلون احنا قدرنا نتجاوزه؟ سحبنا خط مباشر من قاعة بيانات الرعاية الاجتماعية نساء ورجال يمنا بدائرتنا، حاسب عندنا موظف مختص على هذا الموضوع بزيط. كل القروض، كل القروض التي تنتج عندنا، كل المعاملات تمر على هذا الحاسب الإلكتروني. ممتاز. يدقق اسمه موجود بالرعاية أو لا، يطلع موجود الرفض هو أو زوجته، يعني الزوج والزوجة ذمة مالية واحدة. زين. اللي عنده راتب بالرعاية زوجته ما تقدر تأخذ قرض من عندنا، والعكس كذلك. يعني أي شخص، يعني راتب أي مستفيد يأخذ راتب حماية. حماية. حماية ما لحق. ما لحق يأخذ قرض. زين ساعة أنا بدي أخذ قرض أستغني. عندك راتب حماية تروح تلغي وتجيب وتجيب براءة الذمة من عندهم وتجينا نسوي لك قرض، وهم راح يطلع بعدين بالتقاطع يطلع اسمك، راح ندز استفسار او هم يدزون استفسار انه هذا الرجل طلع عنده قرض، فاحنا راح ندز انه اي نعم عنده قرض الغوا الراتب مالته. واضح. اذا انا دحكي لك من اقول لك مشمول 8 مليون، دحكي على المستفيدين بشكل عام. بشكل عام كل وزاره العمل صح. هذا قصدي. اي رقمك جي. هذا صحيح. اذا العاطلين عن ما العمل ما بين رواتب ورعايه هنا عندنا العاطلين عن العمل يعني اكو نساء ورجال. نعم. مثلا اصحاب الاعاقه اكو عندكم مثلا؟ لا. بس هذا ياخذ راتب. اكو نسبه يعني نسبه من الاعاقه اللي ما توقفوا عن العمل، يعني اجانا مثلا اجانا واحد اعمى اي ضرير. زين. من وصلنا ويا دراسه الجدوى يعني توقف بهوايه مكانات يعني اي، فقلنا له جيب احد من ذويك ننطي قرض باسمه وانت تكون صاحب المشروع اذا انت تقدر تقود المشروع يعني. وبالفعل جاب لنا ناس، يعني عندنا حالات مفردات اي استثنائية. شلون تسترجع هاي الاموال يعني بالقانون؟ عفوا سالتني على الرعاية. الرعاية الاجتماعية فتحنا منصة اسمها منصة ارزاق. من كل وجبة نفتحها اللي خلال كل 3 اشهر واضح عشان عليها 25% من عندها الى هيئه الحمايه الاجتماعيه للناس اللي عندهم رواتب ويودون استلام قرض. ذولا شلون نتعامل وياهم؟ يدزون اياهم جماعه الرعايه بكتاب. زين. احنا نمنحهم قرض بس نخليهم تحت التجربه لمده 3 اشهر، هاي ال3 اشهر يظلون يستلمون الراتب مالتهم. واحنا نعطيهم قرض. خلال 3 اشهر نجح القرض، نجح المشروع استمر كان بها ونقطع الراتب. ما نجح المشروع نرجع المبالغ مالتنا ويستمرون بالراتب. إذن هي مو قاعدة، هي استثناء اكو بيها. هي هاي استثناء 25%. هاي نسبة مستمرة من 100. 25% اللي يمتلك حماية اجتماعية، راتب حماية اجتماعية، من حقه يقدم، ممكن من حقه يقدم قرض وفق منصة أرزاق. من تمام. هنا أنا أكو فد نصيحة يعني أفهمها للناس اللي عندهم رواتب، افتهموا أنه راح يستلمون قرض والراتب يستمر بحيث أنه يتوقعون أنه يسدون من هذا الراتب الأقساط السنوية. هذا الشيء غلط. أكثر من مكان نوهنا عليه أنه هذا الشيء ما موجود، لأن الراتب راح ينقطع بعد 3 أشهر. هاي كلش مهمة النقطة، لازم يفهمون الناس أنه هذا الراتب أولا هو مو اسمه راتب، هو اسمه إعانة. إعانة صحيح. إعانة، وإعانة متعرضة للتوقف في أي لحظة. تمام. أما القرض فهذا القرض هو قطاع خاص وراح يعمل وراح يكون صاحب عمل وراح يشغل عمال عنده. شنو اللي جاتكم مشاريع بالله المستفيدين من هاي الخدمة؟ جابوا لكم مشاريع؟ المشاريع احنا وضعنا أنواع مشاريع، أكثر من 38 نوع مشروع. مثلا نوع من انواع المشاريع تجاره الخشب وتشكيل وصناعه الاخشاب. يعني هاي ايش تتوقع مثلا فد 20 30 نوع مشروع بها هاي الفقره الوحده. سوينا 38 فقره بالاتفاق مع طبعا الاجتماع مع وزاره الزراعه والصناعه والتخطيط. وانتجنا هاي القائمه بها 38 نوع مشروع.
من أساس بحدود 400 وشيء هيشي من مشاريع يقدرون يستخدموها. إحنا نعرض عليهم المشاريع كلها وخليناها على منصة مهن، عرضناها على الواجهة مالت الوزارة. اللي ما عنده مشروع خلي يشوف يباوع على هالمشاريع، يقدر ياخذ من عندها مشروع ويستخدمه. يعني ابو دكان اذا فتح دكان اني مثلا عادي من حقي؟ اي يجي من حقه بدراسه الجدوى اللي قدام هو راح يفتهمها بالدوره. بس اذا راد شويه يطول خلق اكثر دخل بدراسه الجدوى. اذا مشروعه ما ارتقى الى ال 20 مليون اللي هي الفئه واحد ما ننطق. انا اشتري تاكسي سياره ما يصير التاكسي السيارات يسموها مشاريع استهلاكيه. هذا بعد 5 سنوات أنا كل سنة أريد من عنده قرض قسط مشكلة قسط تسديد تاكسي وطيك. أي ما راح، هذا مو أكو دراسة بيها، هاي مو إحنا، أكو علماء بوزارة التخطيط ومجلس شورى الدولة درسوا هاي الحالة، عرفوا أنه السيارة تحتاج إلى تصليح إدامة بالتأكيد. والشخص اللي يشتغل يحتاج يعيش عليها وبعدين يطلع قسط من عندها سنوي على حجم أقساطنا ما يتحمل الموضوع. ما يتحملها، لأن مثلاً أنا هسه أنطيك 50 مليون، الخمسين مليون سنوياً أنا أريد من عندك 10 ملايين، لأن على 5 سنوات تستزيد 10 ملايين إضافة إلى عمال 3. أبو التاكسي راح يقدر يشغل عمال؟ لا بالتأكيد، بالتأكيد لا. خلي نقول اشترى 3 سيارات وشغل بها عمال، يعني إجانا أبو تاكسي وحكينا هذا الحكي، قال أنا أبدأ أسوي هذا المشروع، أسوي 3 سيارات ب50 مليون وشغل عليها 3. زين أنت تقدر تسدد بحدود ال 14 مليون بالسنة، لأن 10 ملايين إنه ورواتب العمال مالته إضافة إلى المبلغ الضمان اللي راح يدفعه. هل تتحمل هذا المبلغ؟ أنجح المشاريع اللي جتكم؟ أنجح المشاريع اللي جتنا هي إنتاجية والمدارس. يعني شو المدارس؟ مدارس الأهلية، يعني إذا فتح المدرسة أهلية؟ طبعاً فتحنا هواي مدارس هواي معاهد، معامل مال الخياطة، معامل مال النسيج، كوافيرات يعني نسائية أو رجالية، صالونات، هواية هواية أنواع مشاريع. محل غذائية كان هو محل صغير، أجا في وقت إحنا كنا مصدرين القرار مال منعنا التطوير. بلي. قال أنا ما أريد أطور، أنا هذا المحل مالي أصلاً ضايج منه، أريد أسوي مشروع جديد. تعال بعيوننا تفضل، شفنا عنده خبرة، هذا صار له فوق 10 سنوات بالمصلحة. فنصحناه انه نشوف لك محل كبير واحنا نزودك بالمبلغ اللي تريده. وبالفعل فتح محل اسواق كبيرة وقام يشتغل بهاي اللي اسمها عروض. اي اكو عروض ديسكاونت، اي فتشي بها رخيصة، عرض خاص. اي وقام يشتغل ويا هاي اللحوم المجمدة وكذا، وقام بعدين سوى له مصنع مال تصنيع لحوم مجمدة. يعني طور نفسه. الخمسين مليون يعني قال أني يعني بعد أشهر أقدر أسد لكم إياها كاملة. ممتاز. يعني شوف هذا الإنسان الجاد الجاد يريد يشتغل. ممتاز. وثانيا هي المبالغ بالتالي راح ترجع لكم دوارة. هي طبعا تزديد طبعا. شو المطلوب هسه من المستفيد؟ أنا بدي أقدم المستفيد نحتاج من عنده كتاب تأييد من مال كفالة. أها أي كتاب. أكو مبلغ محدد بالراتب؟ تمام. العشرين مليون مبلغ المحدد حد الأدنى 400,000 دينار للراتب شهرياً، الشهري الكلي، كلي واحد الكلي كفيل واحد، طبعا كفيل واحد لازم ما يصير كفيلين يعني. ال 30,600,000 زين، وال50,000,000 800,000. طبعا هو هذا المبلغ ما يغطي، مبلغ لا بالتأكيد يغطي ما يغطي، بس احنا عندنا ضوابطنا ومتابعتنا إضافة إلى دراسة الجدوى بالبداية. صحيح. هي هاي اللي تسند العمل، وبالتالي إذا ما سدت فالكفيل هو الكفيل هو راح نحجز راتبه كامل. نحجز راتبه، بس احنا ايضا عندنا ضوابط على المقترض. شلون؟ يعني المقترض في حال عدم تسديده للمبلغ، اولا راح تصير عليه 20% 2% يوميا. بعدين اذا مثلا اخذ الدفعه الاولى وما اجانا، ما رجع قال ما بلغ قال اني خلصت المشروع تفضلوا تعالوا، خلال 3 شهور راح نقيم عليه دعوة قانونية ونغرم 10% من المبلغ فوق المبلغ. عشر. يعني هذا إجا أخذ 40% من المبلغ وراح، بعد يعني ما جانا
يعني احنا عندنا كامل تفاصيل. بس صارت عندنا ظرف معين مثلا اي خلي يرجع الفلوس. يعني خب قل له كمل عملك واستمر بالمشروع. اي هو احنا هذا بس اكو ناس مثلا اخذوا المقدمه ال 40% وراح خلال 3 اشهر ما رجع لنا. احنا عندنا عنوانه وحتى عنوان المشروع اللي طبعا احنا اخذنا ناخذ حتى شو اسمه العقد مال المشروع مال المشروع العقد مال المحل فراح نروح له زين وما لقينا جائز متهرب هذا هذا متهرب يعني فهذا شلون انا اتعامل وياه انسانيا او ما اتعامل وياه انسانيا بعد اكو قانون هذا خرج عن القانون فالرجع بالقانون ممتاز صارت عندكم ايش حالات لحد الان لا الحمد جيد لله جيد الحمد لله بس كل هذا اي مو احنا شنو احنا السيفتي مالنا صح دراسه الجلوه هو هذا اهم جزء عندنا بالحاله يعني انت بدراسه الجدوى فلتره كامله طلع ناس وتقبل ناس الان مثلا عندنا مشروع مثلا بناء مدرسه اهليه عفوا مو بناء عفوا مو تاسيس تاسيس ايه. تاسيس على بنايه موجوده لو على ارض فارغه بنايه موجوده لا الارض فارغه راح تكلف هوايه مو طبعا وأنا أقول هذا القرض مثل 50 مليون أبني لفد شقة معينة لأجل مشروع حدود معين حدود أكو 50 مليون يعني هو إذا يريد يأسس مشروع بناية موجودة يقدر 50 مليون صح أما بس ما يبنيها ما يقدر أغرب مشروع إجاكم والله يعني هي حالات مو إحنا ما عندنا شيء غريب بالموضوع يعني هي كل الأسواق يعني هي مسح سوق محلي هي بس أجانا واحد يعني الفكاهة يعني أي. قال هذا المحل مال خالي وأنا أريد أشتري فهاي بالبداية كان مشروع مسموح عندنا سامحين الشراء والتطوير زين فقال أريد أشتري محل خالي قلنا له ما يخالف جيب الخالك تعال يا خال طبعا إحنا ما قلنا له شري من خالك من إجا الخال طلبنا من عنده مستمسكاته والعقد مات المحل والكذا 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 طلع كل شيء ما يعرف طلع المحل لا محل خاله ولا هو بالموضوع صديقه ذا يبيع محله فورطوا هذا الرجال وكشفهم قال انا ترى لا لي علاقه بالموضوع ما كنت اتوقع جابي العوده فقلنا له يابا احنا قبل ما تكون عندنا اجراءات قانونيه تفضلوا الله وياكم زين تعاملتوا بالانسان طبعا طبعا اولاد بلدنا دولة اخوتنا دولة بالمحافظات عندكم مكاتب مثلا تعملوا فقط طبعا طبعا كل العراق بغداد والمحافظات طبعا من عدا كردستان يعني حدودنا الى كركوك وعندنا بالموصل وكل المحافظات الوسط والجنوب وفرات الاوسط كل المحافظات عندنا اقسام عمل كامله تفتيش وقروض وعرب واجانب و العرب والأجانب يعني دائرة العرب والأجانب اللي عندنا بالوزارة موجودة بفروع أيضا واضح كل مكان أنا هاي تحكي تفاصيل الوزارة طبعا بالنسبة للقروض كذلك كل أقسام العمل أكو عندنا قسم قروض ويعملون نفس عملنا كله يعني ماكو فقط العراقي يستلم القرض طبعا فقط العراقي وفقط العراقي يعمل كعامل مضمون ما يشغل أجانب أي يعني أنا أحتاج منك أعطيك 50 مليون أحتاج منك 3 أموال عراقيين تريد أنت تشغل أجانب هذا شيء يخصك أنت والتفتيش يعني ما يخصني هذا الموضوع حجم العمل مالك كبير صغير أنا أريد من عندك 3 عمال مضمونين عراقيين الأصل ضمن 50 مليون يعني حتى لو مشتغل بعمل آخر أنا أجيبه وياه يشتغل عامل مضمون هسه مثلاً عامل يعمل عندك بس عندك يعمل عندك بس يعمل بغير محل. عندكم قاعدة بيانات بعدد كبير طبعًا مثلا طبعًا ما يعملون لحد الآن طبعا هو العد هو شنو هدفنا هاي قاعة البيانات نريد نفرغها نريد نشغلهم ما عندك اعداد كبيرة وده تزايد كل سنة أه. ده تزايد بشكل مو طبيعي يعني تعرف انت خريجين الكليات عندك بحدود 800,000 صحيح طالب سنويا اذا نقول 10% من عندهم يعني انت 80,000 واحد دا يزيد عندك بقاعة البيانات هاي اذا 10% من عندهم واني اضمن لك 50% منهم يسجلون بقاعة تعاطي عامل يسموها الاستشارية
هاي من يطلع البطاقة الاستشارية، يعني دخل قاعد أعطيني عن عمل اللي هو يتمتع بكل برامج وزارة العمل شو اجتماعي. هسا أنا جيتك قدمت لك المشروع الباكج كامل وطيت القرض 50 مليون، نعم، وقلت لك أريد 3 مضمونين عمال مضمونين، أريد أن أرشح لك 3. شنو المعايير اللي تنتخبها المشروعي؟ يعني مثلا أنت المعمل المشروع مالتك مثلا طابعي، معمل طابعة، فيحتاج لك مثلا مهندس، يحتاج لك طباع، تخصصات. احنا عندنا قاعده بياناتنا مو بس عدد، عندنا تخصصات، فنبحث بالتخصصات راح نجيب لك التخصص اللي يفيدك. ممتاز. مثلا تريد التعامل خدمه، عامل منظف، انا يعني خو ما اجيب لك مهندس ينظف بالتاكيد، راح اعطيك عامل ما عنده شهاده. هذا كله مجانا، هذا كله مجانا، كل الخدمات مجانا، المعاملة من الأليف إلى الياء ما تكلف ولا درهم، وإذا اللي يقول ما عندنا إحنا نستنسخ له، حتى الاستنساخ إحنا نستنسخ له. جزيف وزارة خدمية. هو شغلتنا إحنا المواطن. هي شغلتنا خدمية. جيد. ولا هو سؤال يمكن بس من ضمن وزارة العمل. نعم. قضية العمالة الأجنبية صار، أنا ذكرت موضوع يعني صار قبل فترة طلعوا مظاهرات في شمال البصرة. العمال الأجنبية تتحل قضيتهم، يعني أعداد كبيرة جدا، وطبعا هذا دور وزارة العمل بالإضافة إلى وزارة الداخلية والجهة الأمنية. أكيد أكيد. شلون راح تخضون عليها؟ هذا الموضوع مناط إلى دائرة اسمها قسم العرب والأجانب، طبعا دائرة كبيرة وبها فروع في كل محافظات العراق، وإلها مدير وإلها معاونين، مثل ما إحنا عندنا مدير وعندنا معاونين. فأني ما أقدر أتطرق بهذا الموضوع وأدخل بالتفاصيل لأن هذا الشيء مو تخصصي. تمام. بس اللي أقدر يعني أوضح لك إياه بشكل بسيط، يعني أنه أيضا ترجع إلى المتابعة. أكو متابعة معناها أكو حصر إلى الجريمة، يعني هي هذا كله جريمة. اختراق القانون من الحدود أو اختراق القانون مال وزارة الداخلية لمن يدخل صح. يدخل بإقامة متعددة سياحة أو سياحة دينية أو علاج، وبعدين ينهزم يخلص لها، حتى جوازة خلصان مو الإقامة خلصان. صحيح. ويلقون ناس هواية ورحلوا ورحلون وزارة الداخلية عبء عليهم هذا الشيء العلم. بس يعني مناطة بها هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة العمل، هاي الثلاث وزارات هي مناطة بهذا الموضوع. كفيلة أن تعمل عليه. كفيلة. بالتأكيد. زين أنتم دوركم الرقابي هنا مثلا، أنا بصعب المشروع وشغلت، يعني قلت لكم يا أبا مضمونين شغلتهم، خب هم هذول مضمونين يمكن قاعدهم بالبيت وأعطيهم نصف الراتب ومشي جيب ناس عاملين من عندي ويشتغلون. شلون تعرف؟ شلون تعرف هذا الموضوع؟ مو كل السهل. أنا عندي كل 3 شهور لجنة متابعة، حكيناها تذكرها. لجنة المتابعة من 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 مهامهم الكشف عن المشروع بشكل كامل. أول شيء نشوف صاحب المشروع موجود لو لا. هاي مفاجأة. مفاجأة طبعاً. هسه راح أقول لك شلون. أبو نقول خاف إذا صار يدر كل ثلاث شهور يجون. راح أفهمك شلون راح يفوتون وشنو الآلية، طبعاً آلية معقدة لا تتوقعها سهلة. أي. لجنة الكشف بالبداية اللي طلعت على المشروع اللي طلعت 40% عندهم تابات كلهم زين، وعندنا برنامج ويب كل العراق واضح، كل واحد موظف يروح المشروع يسوي بوينت نقطة، هاي النقطة وين تثبت بلجنة المتابعة بينه وزرت هذا انه هذا المكان دخل المشروع. بس لونه يصير احمر مثلا فرضا يعني من يستلم الدفعة الثانية يصير أخضر مثلا، وورا 3 شهور راح يصير لون أخضر يستحق هذا متابعة. من راح تروح من لجنة المتابعة عليه راح يكشفون أولا صاحب العمل، حجم العمل، والعمال المضمونين. العمال المضمونين يتابعون هوياتهم، يتابعون وصولات الشهرية ما تدفع. أكو وصولات شهرية، هذا شهريا دي يدفع. أكو واحد مثلا أبو عمل يقول لك أنا ما بيحل كل شهر أروح أدفع، كل 3 شهور كل 6 شهور ما عندنا مشكلة أدفع، بس أهم شيء أكو وصل يثبت أنه أنت دافع المدة عليك المستحقة. جميل. فهاي كلها لجنة المتابعة راح تجيب تقرير كامل عليها. هذا لجنة المتابعة حتى في الأقسام في المحافظات كل العراق كل هاي أهم لجنة.
يعني هي مركزية. طبعا هي ماكو شيء أهم يعني كلها مهمة بالتأكيد. أي. لا هي الرقابة أهم بس المتابعة والرقابة أكو مهم وأكو أهم. أهم الأهم هذا هو بالتأكيد. أحسنت أحسن الله لك. كلمة أخيرة قبل أن نختم. إحنا تجاوزنا وقت البرنامج أستاذ محمد يعني عذرا لإطالة أخو. لا عفوا بس أنا أريد أنصح الشباب يعني مع الأسف عندنا شباب يعني يتثاقلون بالذهب والله العظيم نايمين قاعدين هيك وقتهم ما يعرفون شلون يخلصون. هاي فرصة بكل دول العالم يسموها الفوز الفوز بهذا المشروع أو الفوز بهذا المبلغ. يعني هسه أنت مكان هذا الشاب القاعد مكان ما يروح يشوف له واحد داينه فلوس ويذله وعنا مودي يسوي له مشروع ويومية داق عليه بقى. إحنا الدولة ده نعطيك فلوس بدون فوائد وخمسين مليون جيدة ومبالغ حلوة ودفعها على 5 سنوات وإن شاء الله يصير تطوير بالمدة. إحنا عندنا آمال أن نطور بالمدة يعني هذا الشيء ما أرد أفصح عنه ليصير رأس مال ايه بس إن شاء الله أكو هيجي نية يا الله. ف وده نعطيك مبلغ ونقول لك بس تعال صف النية واشتغل يعني ما نريد من عندك شيء بس املأ وقتك بالعمل. جميل. يعني مع الأسف يعني ليش هاي الشباب قاعدين هيك بدون عمل. أنا أنقهر والله. أحسنت أستاذ محمد. سؤال قبل أن نختم وياك. تفضل. زاد الله فضلك. شقد المبلغ تستقطعونتم شهريا؟ احنا ما نستقطع شهريا هو سنويا يستحق. ها كل سنة يطيكم يستحق سنويا عليه مبلغ اللي هو المبلغ تقسيم 5. أي مبلغ تأخذه 20 مليون تقسيم 5 كل سنة 4 ملايين. ها يعني ما كل شهر يروح يسدد لا لا أو فتشي سنويا. أي هاي بالضمان عنده بالضمان العمال ما اللي يشتغلون أي. يدفع عنهم ضمان شهري وهاي الضمان للعلم كتثقيف للضمان أنه الضمان الاجتماعي ورا 15 سنة راح يطلع تقاعد حالة حال أي موظف. صح صح صح. أي لأن هاي الإيقافات شلون إيقافات تقاعدية هاي استقطاع إيقافات تقاعدية للعامل تقاعدية ويقدر يسحبها في أي وقت للعلم يقدر يبطل من العمل يسحبها صاحب العمل يجيب عامل آخر ويجيب إنه مستمسكاته ويثبتها لأن يعني أنا من لا لجنة الكشف تخالفه. أحسنتم الأستاذ محمد أسامة ناصر معاون مدير القروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. شكرا لك. شكرا على شكرا على هالتوضيح للمشاهدين في دول العمل. إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة قبل تحيات كادر البرنامج أنا معدو مقدم برنامج حازم الحرب ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء في أمان الله.